أخوتي المشاهدين، سلام الله عليكم وتحية طيبة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى إن شاء الله أن السنة القادمة 2021 تدخل علينا بالصحة والسلامة والعافية. الناس جداد اللي كيشاهدونا أول مرة، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة إلا بغيتوا تتابعوا معنا المشاريع الجديدة اللي في طور إنجاز في المغرب. اليوم مشيت صورت لكم أشغال مشروع إنجاز سكة قطار مطار محمد الخامس الجديدة. هذا المشروع اللي جاء على مستوى طريق سيار رابط ما بين الدار البيضاء وبرشيد، اللي كيعرف اشغال ديال التثليث حاليا في عدد من المقاطع. هذا المشروع باختصار دازت منه المرحله الاولى اللي كتخص هدم القنطره القديمه وانجاز المسار الاول ديال قنطره سكه القطار، وحاليا كاين اشغال ديال التثنيه ديال اضافه سكه ثانيه على نفس المسار باش تسهل عملية التنقل في الاتجاهين ما بين الدار البيضاء والمطار. كنتمنى أنني نكون قربتكم أكثر من هذا المشروع. ما تنسوش كما العادة تبارطاجيو الفيديو إلى عجبكم.